لي من فضلك. نعم يا ست هانم. هو الأستاذ أحمد فؤاد موجود؟ موجود يا ست هانم. طب لو سمحت اندهولي. حاضر. خير يا هناء؟ أبدا، حسيت إني عايزة أشوفك. جيت لك، كنت بتذاكر؟ يعني أقدر أعطلك على مذاكرتك شوية؟ بتسأليني؟ تعرف إن دي أول مرة أجي شارعكم من ساعة ما عزلنا؟ كان شعورك إيه؟ حسيت براحة وأمان. ليه؟ يمكن عشان رجعت الأيام زمان، أيام ما كانت الدنيا والناس وكل حاجة حلوة. ندمان على الأيام دي هناء؟ جدا، لكن للأسف مش ممكن ترجع تاني. هناء، أنا طبعا معرفش كتير عن حياتك، معرفش أكتر من اللي أنت قلتهولي، لكن بحس في كلامك إنك عينيكي فيها حزن. ليه؟ الدنيا حلوة والناس ما وحشين. وحشين يا أحمد، ما بقوش زي زمان، بيخلوك تعمل اللي انت مش راضي عنه. ايه اللي انت مش راضي عنه؟ يلا بينا يا أحمد. الناس ورانا ورانا. معلش، نفسي اهرب معاك، اهرب بعيد عن الناس. ايه اللي حصل يا هناء؟ اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ رحت أشم شوية هوا. عمرو نام يا دادا؟ من بدري يا ست. تعرفي إن الناس كلها لاحظت لما سبت الحفلة ومشيتي؟ ما بقتش عارف أقول لهم إيه. لازم تشوفي الموظفين اتغيروا ازاي بعد ما ترقيت من كمال افندي بقيت كمال بيه. كمان شويه كنت هبقى كمال باشا. على فكره مش واجب برضه نعزم سعفان بيه عندنا في البيت؟ انت مش وصلت اللي انت عايزه. لازمته ايه بقى نعزمه في البيت عندنا؟ ما هو مش معقول ما نردلوش الجميل يعني. ومش معقول كمان هقعد ال 24 ساعه جامل في سعفان بيه بتاعك. أقل ما يجب يا حبيبتي، الراجل أكرمنا في الحفلة، لازم نكرمه في بيتنا. أنا قرفت بقى، لا عايزة أتكرم ولا أكرم، سيبني نام. ظاهر إن أعصابك تعبانة، تصبح على خير. اخفى عليكي، بقى تقعدي المدة دي كلها وما تسأليش عني. أعذريني يا سميحة، أصل انشغلت شوي. لازم مع اللي كنتي معاه ليلة راس السنة. جو جديد؟ مين؟ أحمد. دي كانت حتة بوسة يا بنتي، ولا بوسة إيب مونتان لبريجيت برضو. ها، وبيشتغل بقى ولا واد من مرايشين؟ لا، لسه ما اشتغلش، هو في نهائي كلية الطب. يا حلاوة، قميل قوي، تلميذ يعني. قرب يتخرج ولا ما يتخرجش؟ هو حلوة وخلاص. والنبي ده انا كنت خايفة لا جوزك ولا سعفان يشوفوكي، كانت تبقى مصيبة. يا ريت،
عشان كنت اخلص من الاثنين. ايه اللي حصل؟ ابو حميد يخليكي تقلبي على الجوز كده؟ خلاص يا سميحه، ما بقتش قادره استحمل. حاسه اني بمثل 24 ساعه. نفسي ارجع طبيعيه زي زمان. لا وحياه ابوكي، مش عايزين خراب البيوت ده. خليكي زي ما انتي، مرات كمال بيه وصديقة سعفان بيه، وحبي بعد كده اللي على كيفك. تحب احمد، تحب علي، يا رب تحب ابو زيد. المهم ان حبك ده ما يكونش له تاثير على النعمه اللي احنا فيها دي. على فكره انتي ليكي 50 جنيه بقيت حساب. بقول ايه؟ ايه؟ ممكن تسلفيني وافتح شقتك؟ اخ يا روحي، لذيذ قوي حب التلاميذ ده. هاتي. صاحبتك دي تفضل مسافرة على طول. يا ريتها يا أحمد، على الأقل نفضل نتقابل بعيد عن الناس. أحسن. كنت لما بشوفك زمان أحلى منك مراتي وعايشة معايا في بيت واحد. شوف الدنيا. تمر السنين ونتقابل سرقة في شقة مش بتاعتنا. يا ترى لسه بتحلم زي زمان؟ أيوه. صحيح يا حمد، صحيح. يعني ترضى تتجوز واحدة متطلقة؟ أنا هتجوز واحدة بحبها وبس. وابني؟ أدي حبي ليك يا حبيب. يا حبيبي، مش عايزك تبعد عني أبدا. أعمل إيه؟ أنت اللي بتعزلي. مش هعزل المرة دي، هفضل جنبك على طول. أدي التقارير اللي ستك طلبتها مني. رجعت الميزانية؟ طبعا يا فندم. ألو، من فضلك دقيقة. أهلا يا حبيبتي. لا، الظاهر إنك نسيتيني. أبدا، بس ظروف. هبقول لك عليها أما أشوفك. قول لي يا سعفان، أنا محتاجة ال 200 جنيه ضروري. في الشقة؟ لا مش ممكن. أقول لك، استناني بعربيتك قدام قصر البارون. حصل ايه قوليلي؟ سعفان، أنا حاسة إن كمال ابتدى يشك إن في علاقة بينا. هو قال لك حاجة؟ أبدا، بس تصرفاته مش عجباني. رايحة فين؟ جاية منين؟ هبقى أكلمك في التليفون. خايفة لا يكون بلغوا كلام. اشمعنى الكلام هيبلغوا اللي من دول؟ مش عارفة. إحنا لازم نبعد عن بعض شوية لغاية ما يطمن. طيب طيب، سيبيلي الموضوع ده، أنا هتصرف. أدي المبلغ اللي طلبتيه مني. ميرسي. أمشي أنا بقى. مع السلامة. الله يسلمك. إيه رأيك؟ مش عارف اقول لك ايه. انت مش كنت بتحلم يبقى لنا بيت؟
بس ده كتير قوي. بكره ما تتخرج تعوضني عن كل حاجه. استاذ كمال. ايوه يا فندم. عايزك يا بطل تجهز شنطتك وتاخد طائره لندن بكره ولينا على الكونجو وتخلص الصفقه بتاعتنا. ما الاستاذ سعيد مسافر. سعيد؟ سعيد مش هيحل ولا يربط. لازم تروح بنفسك. مش انت مدير المبيعات؟ اللي تشوفه سيادتك. اي خدمات تانية؟ لا. شكرا يا فندم. شوف وشك بخير يا سعفان بيه. ما ترجعش الا ومخلص كل حاجه ان شاء الله.